العالمي ابو يوسف العالمي حسام السعدي ضدكم دكتور المزيكا كريم عوز. البصمة الفنية في عالم التسجيلات مزيكا تودي عشان تعيش وسط البشر لازم تسال تقدر تداوم كسر والتراب وتسايس تلبس قناع في وشوش الناس ما يا موارد في دين البشر لكن ما بيشموش عشان تعيش وسط البشر لازم تسايس تقدر تداوي اللي اتكسر وتراضي وتسايس تلبس كراسة وشوش الأزمة تلاقوش يا ما وردت في دين البشر لكن ما بيش بتكرر
وش الهمومك وعم تحكي للإمام والشاري تحكي للي بايع واللي الشاري لازم ترى في اني مفيش اضعف منك في الدنيا دي وانك مهما قدرت تعيش بتعيش برضو انسان بتفوت مين غير الله ضوء الشارع قمر الليالي خد قلبي معاك خد روحي معاك رحل ولا جاني يا ترى يا زماني حنشوفه تاني يا ترى يا زماني حنشوفه تاني صلى على النبي بقى وحد سيدنا النبي محمد لا تصلوا على النبي اللي مزاجه حلو يروق وحد النبي الروق روق محمد منصور كاس العالم العريس عليكم كريم نعوض ينفع كده والنبي تعالى تعالى عريس تعالى عريس تعالى تعالى هو بس تعالى تعالى لا 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 ولك يا صاحبي ولك يا صاحبي صلى هي معلش انا اسف والله اسف والله انا اسف انا اسف اديني اهو اديني اهو انا عايز اسمع سقف العريس وحد سيدنا النبي محمد واحنا نغني على السقف الشال قمر الليالي خد قلبي ما خد روحي ما رحل ولا تاني يا ترى يا زماني حنشوفه تاني ولا سغت الشال ارفع Thank you.
عليك وبلاك انت اتغير حياتي كلها حبك ايه لك عليك انت اتغير حياتي كلها مبقاش في وقت عند التاني اطيره هتخلي بينا يا هو انت اللي سبيل في الدنيا دي مش لاقي بر ومن اللي شفته بحس طعم الدنيا مر غلبان قوي وعايش بقول يا حته داري سيبني احسن اترمي قول اسمحوا انا حاجه مالهاش اي معنى وشي بسيط انا لعبه في دين الزمان مربوط وجودي زي غياب عادي ما بيفرقش حاجة ولا طولت من الأيام غنى ولا طولت صيف أنا عندي بس سؤال بسيط بكلمتين لحطوا اسمي في خانة التعزيدي انا جيت لقيت الحسن فاتح حضنوني وكأني عايش عمري كله بس انتي قضيته عالجرح بصحى وعالهموم دايما بنا رصيدي في الاحزان كبير ما اعرفش خلتيني سؤال يا دنيا مالوش إجابة ده
يا علي وداوت كلاطو مدابا ليلي ليلي بنعيب عليك السبر السبر Oh,
كله ماشي، ايبو ماشي، يا عم كله ماشي، كريم نعوسه ماشي، صباح جميل لبلدنا، بنقول على طلخة ودعت الواجب ودعت الحرصة اللي يحبنا بينا هتسقف مع بعضينا اللي يحبنا بينا. بقول لك ايه يا كومو، بقول لك ايه يا كيمو، يا عم كريم طلخة بلدنا تقول لك اهم حاجة عالرايق، اهم حاجة بالراحة، عايزين مزمرك البلدي يداوي كل جراحة. شكرا خاص لك من جمهور مصر، لك من جمهور رسالة التلفزيون كأس العالم.